لا خلاف في ايه بين ارباب المذاهب يعني الفرق الاسلاميه الاشاعره الماتريديه المعتزله الكراميه كل من ينتمي الى الاسلام لا خلاف بينهم في كون الباري سبحانه وتعالى متكلما، وانما الخلاف ايه في معنى كلامه. اذا في خلاف او في مذاهب في الامه حول معنى كونه تعالى متكلما، لكن لا خلاف في اصل او في اساس الصفه في انه تعالى متكلم. لماذا؟ لانهم لو اختلفوا حول كونه تعالى متكلما فهذا خلاف الاصول، وقد عصم الله تعالى الامه منه، فلا خلاف بينها في اصل من اصول الدين. يعني لا خلاف بين اي فرقه منتسبه الى الاسلام في الوحدانيه او في الرساله او في الصفات الالهيه، هذا لا خلاف فيه. لو دار خلاف في هذا الشان يعني في الاصول هذا يخرج من المله، يعني لا يكون القائل بما هو مخالف لما عليه اجماع المسلمين لا يكون مسلما، ومن يشاق الرسول من بعد ما ويتبع غيره نوله ما تولى ومصيره جهنم وساءت مصيره، يعني ليس من المسلمين. فقد عصم الله تعالى الامه من الخلاف في الاصول الا في مسائل يعني لا تتصل او لا تكون اصلا، انما هي لها اتصال بمسائل الاعتقاد. يعني مثلا هناك خلاف دار بين الصحابه في مساله الرؤيه، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لم يرى؟ هل يرى الحق سبحانه وتعالى في الدنيا ام يرى في الاخره؟ ام الرؤيه في الاخره فقط ام لا رؤيه مطلقا؟ وكلهم يستدل بهذا الخلاف لا يعتبر في اصول الدين. يعني لو عملنا عمليه احصاء او عمليه رياضيه نجد ان الامه الاسلاميه يعني كمسلمين جميع من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويتجه الى القبله ويصلي صلاه المسلمين، يعني ممكن نكون متفقين في يمكن 99%، 1% بس لو يمكن يكون ده في الاصول. اما في الفروع فالاتفاق بين الامه كان 75% متفقين في الفروع، وربع يعني 25% في مساحه للاجتهاد والراي وفي اختلاف في الفقه في الفروع. اما في الاصول ما فيش اختلاف، وان وجد يمثل يعني 1%. هتلاقي كده فرقه من فرق المسلمين مهما كانت تقول بالتثليث، ها تقول بإلهين، بإلهين كم بإلهين؟ المقام ثلاثة دعوة القرآن في قرآن ثاني كان لابد في الكافي وكتبهم يدين. هذه هل رأيت ما في الكافي بعين رأسك؟ نقل دلعمي النقل عنه النقل في آفة الأخبار إلا رواته. أنا عندي كتاب اسمه القرآن ودعاوى التحريف، في نقل عن أكثر من 40 مرجع من مراجع الشيعة الكبار بأن القرآن هو الذي بين أيدينا محفوظ من التبديل والتغيير، ويستشهدون على ذلك بما نستشهد به وهو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه دعوة للإثارة والفتنة، إنما أنقل نقلا وهات المرجع، إنما النقل عن واحد إلى واحد ونقل 40 مصدر من الكبار، بل في دليل يعني عملي واقعي. الدولة الإسلامية الإيرانية الآن دولة بتهدد أمريكا، ما الذي يمنعها أن تخرج المصحف اللي هو مخالف لمصحفنا أو القرآن الذي هو مخالف لقرآننا؟ إيه اللي منحها؟ كانوا زمان يقولون مثلا بالتقية أو بالتقية خوفا على لضعفهم، إنما الآن مكن لهم في الأرض، أصبح يهدد الخليج العربي كله ويهدد الوضع من العربي كله، وبما في ذلك إسرائيل. إسرائيل الآن بقت عربية، دولة عربية، فإيه اللي يمنعها؟ أمال هي بإيه؟ هي قوتها على فكرة اقل بكثير قوي من هل انت خبير عسكري استراتيجي عرفت ان القوه اللي عندهم قوه مش بالضخامه ده؟ هدرت امريكا لها ملف
الرجل اسمه حسن نصر الله ده، احنا مش هندخل في السياسه. المهم الان هذه الدعوه لا دليل عليها، مش من مصلحتنا ان احنا نتهم انفسنا، الشيعه يتهمون احنا نتهم الشيعه، ما هو هذا الذي يريده العدو، ان نكفر بعضنا ويقاتل بعضنا بعضا. نعم يا اخي، ممكن انا اشتريك انت ب100,000 واقول لك انت خليك شيعة وقبل كده كنت سني، او العكس، ممكن من في جهات تدفع اموال طائلة لبث الفرقة والخلاف. احنا الان تعالى بنسمع في اذاعة، انا كنت في الخليج وسمعت اذاعة قرآن، اذاعة ايران، نفس القرآن الذي نسمعه والاذان، بس نحن نعتقد قبلهم بولاية علي رضي الله عنه، هو ولي ولا مش، لكن زيادتها في الأذان ده موضوع ثاني. وبالهمة ابن أبو بكر الصديق هندخل نخلص مشكلة، نقول القرآن لا ده مش عارف بيعمل ايه، يعني معناها وعين الرضا عن كل حي، وانا لست شيئين وانا بدافع عنهم، بس انا بريد اقول لك ستسأل عن هذا وستطالب بالدليل، اذا لم يكن عندك الدليل او الحجة فلا تتكلم، ما تقولش ده في كتاب ده يوزع في السوق، ما تقولش ده في واحد طبع كذا، هذا لا يغني عنك من الله شيئا، ده اتهام خطير. شوف الان هو الوقت سلاح الخصم الجاهلية، كل ما انهاجم في القضية يروح مدخل في قضية ثانية، مش هنخلص. لا تحكمية احنا بقى نتكلم في الاصول، ما نتكلمش في ولاية الفقيه، هنتكلم لك على انا سألت سؤال، هل هناك فرقة اسلامية تقول بغير التوحيد بالتثليث بإلهين؟ انت قلت نعم، فلما سألتك قلت لا، ده اللي يقوله في القرآن، ما كان السؤال واضح. كان يا شيخ عمر احنا لنا ساعة والله، انا كنت معاك في المباراة جوه زي والله يا سعد، خلي نقاشنا في الداخل بعدين نطلع. فالذي نريد ان نقوله انه لا خلاف بين طوائف الامه او من يتوجه الى القبلة، شوف من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا، وهي الثالثه واستقبل قبلته، اما ما في غير ذلك، يعني مثلا اخراجهم من المله، يعني جعل الشيعه دين اخر، هذا ما يريده الاعداء، يقسم المسلمين الى اديان، يعني الى اختلاف في اصول الدين، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بعض الناس يحمل هذه الآية على مين؟ على الأمة اللي هي أمة الإجابة، ولكن الأصل حملها على أمة الدعوة، لأن الآية خير ما يفسر به القرآن، القرآن نفسه، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، حتى سبحان الله القرأتين ده يقرأ مع النحل مداه اللي هو فارق، هو ده يعني إن الذين فارقوا دينهم، يعني هنا القراءة تفسر الأخرى، يعني فرقوا دينهم يعني تركوا دينهم وجاءوا بأديان منقولة باطلة ليست من عند الله. هؤلاء من هم؟ الأمة سيدنا محمد ولا الأمم السابقة؟ أمة الدعوة. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين، اقرأ لحد ما تصل إن الذين فرقوا، يبقى الكلام عن مين؟ عن أهل الكتاب، عن غير المسلمين. والآية الأخرى توضح الأمة اللي احنا فيها دي، قال الله تعالى ووصفها بقوله إن هذه أمتكم أمة، دي قرآن. كيف تمسك الآية بتاعت الفرق والحديث بتاعت تفتأ وستيل الآية؟ انت إنسان غير عاقل. إن الذين إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالقرآن يشهد بأنها أمة واحدة من حيث الايه الاصول. اما من خرج عن الجماعه او عن الدين يقول خلاص ده حلال الدم، ده كافر، لا يحل دم امرئ مسلم الا به باحدى ثلاث، منهم ايه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعه،
فالحمد لله ما فيش اختلاف بيننا زي ما كان بين اليهود والنصارى في اصل الدين الا ما ندر. وزي ما احنا بنتهم الشيعة هم يتهموننا، لكن اين من الذي سيحكم؟ من اللي معاه الحكم؟ ها مين اللي يحكم مثلا؟ تعالى بيحج معه ورمضان بيصوم، حتى ان كان نقص يوم زيادة لكن دين فروع، انما الاصل اللي هو الصيام والحج وال يجي يقول لك ده بيسب الصحابة، صح؟ اعتبر مثلا ايه سب الصحابة ده كفر؟ لا، مين اللي قال بيه كفر؟ فسوق ابتداع، لكن ليس بمخرج من الايه من الملة، لأن الصحابة يخطئون ويصيبوا الإجماع، إذا أجمعوا على شيء لا يخطئون، الإجماع بتاعهم هو الحجة فقط. معروف الكلام ده مقرر، وأنا أول مرة هبتدع أو أنشئ لا تخرجون عن المقرر. عند شيء فيحسنوا الظن أحسن، فإن كانوا على هذا الإحسان إن كانوا أهل انت لم تاخذ بل اخذت ايه ثواب، وان كانوا لا انت لست محاسب، انت مكلف باحسان الظن، فان كانوا اهلا لذلك فبها ونعمك، وان لم يكونوا اهلا فانت اهل لذلك، فخليك عند حسن الظن. انا اسمع فين المسابقات الدولية؟ عملوا مسابقة بلع الاول من ايران، حفظ القرآن حاجة بسم الله، من هو نفسه ولم يسمعون ما جابش مصحف، طب انا عندي مصحف مكتوب عليه طبع الجمهورية الاسلامية، هو نفس بل مصحين ناس من أزهر وناس من السعودية وناس من سوريا وتركيا والقراء الى اخر، فدعوة ان عندهم قرآن اخر ما اراها الا كذب. وسيدنا علي نفسه رضي الله عنه لما آلف اليه الخلافة ما طلعش ليه المصحف اللي عنده بتاع السيدة فاطمة، ده أقوى ما يقال في هذا أنها صحف مش قرآن، تفسير اللي هي هل عندكم أو خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا؟ قال إلا ما في هذه الصحيفة وفي كاتل الأسير اللي هم منصوص عليهم، يعني معناها كان عندها صحيفة نسبت إليها من هذا التفسير وليس من كلام رب العالمين. يعني خمس قضايا شائكة مهمة، ايه اللي بينه وبين الشيعة؟ خمس اشياء. اول حاجة فيهم ايه حاجة تانية غابت عليك اللي هي القول بالبداء. يعني ايه معنى القول بالبداء؟ يعني معناه انه يبدو لله تعالى شيء، يعني ربنا يغير ما في علمه او ما كتبه لانه بدا له شيء، والبداء يعني يقتضي سبق الايه سبق الجهل، وهذا على الله تعالى محال. تمام. في عندك فضيلة المفتي الشيخ علي وبعض كبار سألوهم عن القول بالبداء، قالوا هذا تفسيره ايه بالضبط؟ كبارهم ايه اللي خوفهم واحد عالم بيناقشهم، فقالوا له ده زي بالضبط ما انتوا بتقولوا بالقضاء المعلق، ليس غير ما انتوا اهل سنة، في قضاء مبرم وفي قضاء غيب، بيقول لهم لا انتوا كذابين، لا انتوا في قلوب، احنا لنا، هم سئلوا فاجابوا بهذا، زي ما انسان تقول له اسلم فيقول لك اشهد ان لا اله الا الله تقول انت كذاب، هل ده يعقل؟ واحد دخل في الاسلام فلما سيدنا زيد سامر قتله قال له اشققت قلبه؟ قال لي زي ما انت بتقول الشيعة لما يقول كذب كذاب، ما انت هقول لك انا هلا شققت عن قلبي؟ اذا كان المنافق مامور ان تاخذ بها، المنافق ده يعني كافر، فما ذلك لما يكون واحد مختلف معك مذهب او في رأي، يعني اذا قالها المنافق نقبلها ونقول للمعترض اشققت عن قلبي، واذا قالها الشيعة اتركها، ده اتباع اهواء. ده هو المسألة الايه البداء. المسألة الثانية الموضوع تحريف القرآن، وهذا الكتاب عنده تاخذه تستعيره تقرأ ارضي ايه مرض يا تابر. نعم شوف كيف اللي بتسمي يعني الدكتور احمد مانا في هناك كان بيقرأ بصورة قصة اللي هي لا تاس هما في الغار يقول للصحابي لا تحزن ان الله معك، هم لما سمعوا الايه دي يعني كسروا الوزن كده
لو انكروا قرانيته بس يكونوا عالمين، ما هو شرط التكفير يكون عالم بما يقول عن الجاهل يعلم، يعني قبل ان يكفر لواحد جاهل عام، يعني مثل الناس في العراق عوام بيبيعوا مش عارف زي اللي في السوق عندنا هنا، لو شتموا السيدة عائشة او سيدة دول عوام جهلة هاي اول لا يؤخذ بطول، لانه على حسب ما يقولوا علماءهم يعني هم، فلا بد ان يوضح لهم ويعلمون. سيدنا موسى، سيدنا موسى لما قالوا له بنو اسرائيل اجعل لنا اله في افرح من كده، قال انكم قوم تجهلون، اتهمهم بالجهل ولم يتهمهم بالكفر، اجعل لنا اله، فراح نفكت رؤوسهم مكسوفين من القران. لو انكروا قرانيتها، ده اللي ينكر حرف اجماع الامه على انه اللي ينكر حرف كافر، بس ما نقولش فلان بينكر، احنا نطالب بالدليل، احنا بنقول قضايا عموميه تمام. مثلا بعض العلماء الكبار ولا داعي للذكر جابوه في التلفزيون فسالوه عن مين اللي هم الدروز ومين تاني والنصيريين، فراح قال كفار مباشره، قامت الدنيا وقعت، ده احتجاج من السفاره، احتجاج مش عارف منين، احتجاج من مجلس الامن، وطالبوا بمحاكمة هذه، رغم انه السؤال يعني انا ممكن اعمل ايه لو انا سئلت، اقول مثلا الاسلام هو كذا 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 كذا، من لم يكن متصفا، وكل احد طبعا على راسه مش عارف، فانا اقول من لم يكن كذلك فليس مسلما، لكن لا اقول فلان، لا يستطيع احد لا جن ولا انس يمسك المؤمن حكيم، لازم ربنا يؤتي الحكمة. انت قلت الحق، لكن في انسان ده حق وده حق، لكن تقول به بطريقة لها تؤخذ عليك، ما زال اقوى الرسول يقول المسلم كذا كذا كذا، فمن كان غير كذا كذا ليس انت قلت الحق. فاقول انا مثلا الاسلام هو كذا تعريف عام، ثم اقول من لم ينطبق عليه هذا التعريف فليس مسلما مهما كان، حتى لو كان صحابي مثلا، يعني يبقى في هذه الحالة هل أنا حيأخذ أحد عليه كلام؟ إنما لما أسأل عن إنسان أو طائفة بعينها وأذكر حكما يمسكوني، تعال مش عرفك إحنا كذا، أقول بينقل علينا أو يشاع عنا. طبعا العداء قديم بين الطائفتين، والأصل فيه لو إحنا تتبعنا كتب التاريخ نجد الاختلاف بيننا وبينهم كان في السياسة أصلا ليس في أصول الدين، ثم تطور بعد ذلك حتى أصبح هو الأصل كان خلاف سياسة، نرشح مين، نقدم مين، نأخر مين، نحكم الناس ولا ما نحكم، كان خلاف في الآراء في اجتهاد، ثم تطور بعد ذلك حتى وصل إلى إيه؟ إلى الخلاف العقدي أو إلى الخلاف الديني. يبقى احنا قلنا خمس أشياء، أول واحدة قلنا إيه؟ القول بالبداء، وسوء الكبار منهم، وتحريف القرآن نمرة اثنين، ويعني ممكن تصل الى براءة الشيعة من علماء الشيعة من هذا القول، والدليل عملي واضح اهو يا اخي، لو وجد مصحف مطبوع على خلاف الجدد دليل مادي امامنا، ده يحكم مجمع الفقه الاسلامي في مكة وفي الجدة وفي مجمع البحوث وجميع العالم بكفر وخلاص ومنتهي، لو وجد شيء دليل واقع مطبق موجود يقول لك ده كانوا مستضعفين، اما الان ده دولة بلاش، مش دولة قوية لكن دولة وفيها حكم وفيها على وشك تنتج السلاح النووي وفيها ناس غشم من أغشى، يعني فيها كثير، يعني ايه الداعي ومثلا كذا، يعني ممكن حتى على الاقل يطلعوا جزء او جزئين. حتى ما كانوا صلوا بيه اصلا، لا التقية ده كلام فارغ، يعني كانت موجودة مثلا، تعرف على كده التقية في ناس من السنة يقولون بها وهي مبدأ قرآني أصلا، لو حبينا نطبقها بإنصاف في سورة آل عمران لا يستفي المؤمنون الكافر إلا أن تتقوا منهم، فشمعنا احنا لما تجوز لنا عند الظروف معينة وتتمنع عليهم، ما هو مبدأ عام، بس طبعا القول بها الآن غير مقبول بعد ما اصبح يعني دول عددهم في العالم اكثر من 100 مليون، اكثر في العراق وايران فيها 100 مليون غير اللي في لبنان وغير، يعني يمكن يوصلوا 200 مليون، كيف يخافوا
يعني مش فيه شيء حاجة. عندنا البدع القولي بتحريف القرآن مسألة ليه اللي برناها الآن كذي، وبعدين موضوع سب الصحابة، وبعدين من هو أحق بالإمام، خمس مسائل. وبعدين مسألة الإمام ومن أحق أبو بكر، مسألة تاريخية. الآن دلوقتي إيه الفائدة؟ ما فائدة البحث فيها الآن؟ رضي الله عنهم جميعا وخلص. أفرض لنا أحق سيدنا علي، هنرجع سيدنا أقول تعالى خليك في الآخر. ها؟ ما هو أهل السنة قالوا لهم فين النص ده؟ أين هو النص؟ فين النص اللي هو نص جلي واضح؟ أين هو؟ إحنا عندنا الآن بالناقي. أنت بيقولوا في نص على تعيين سيدنا علي، عندهم الإمام ركن من أركان الدين. إحنا أركان الدين عندنا كام؟ خمسة. عند الشيعة ستة اللي هو الإمام. نسألهم السؤال ده. الإمامة فين ما بينهاش لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، ده في حديث في البخاري انه قال ايتوني اكتب لكم كتابا لا تختلفوا. فراح ايه سيدنا عمر يظهر قال عرف هم كلام كده هيكتب ايه في الكتاب ده، فراح قال لهم بلفظ كده يعني رسول حجر يعني خلب عليه الامر او مثلا مرض غلب عليه يعني كأنه يعني في حال يعني فاتركوه. فكان مرة يطلب الكتاب ده يقول لهم اتركوه لحد ما يتوفي. قاله هذا الكتاب قال عشان ما تفحي معناه الكتاب بالوصية لمين؟ لسيدنا علي. لكن هذا كلام استراء لا دليل عليه. هم قالوا في نص، النص لسه لم ينطق به النبي، لم يكتبه، لم يقوله. ما كيف اطلع على انه احتمال، احتمال انه كان يعني يرد. يعني عارف لو اجتمعوا اهل الانصاف اهل الحل والعقد منهم من عندنا ومن عندهم وجلسوا حيصل الى حل امور كثيرة تناقلتها العوام وتفاقمتها، وحنرجع نحجم الخلاف، مش حنستطيع نقض عليه، بس نتفق في اشياء كثيرة جدا ومنها اصول الدين، وفي اشياء كثيرة من الفروع ومن الفقه، ونترك مساحة. زي مثلا احنا شافعية انتم ملكية، مش حنستطيع نلغي الكلام، لابد حيكون في شيء، لكن نعمل ايه؟ نتقارب، يحب بعضنا بعضا، ونضع يدنا في ايدي بعض، ونتكاتف جميعا من اجل مواجهة الخطر الدائم. يعني القرآن اباح لنا ان نتعامل مع اهل الكتاب اللي هم على ملتان، وحتى بشر كده في اول سورة الروم ويومئذ يفرح غلبت الروم. طب ليه المهرم نصارى والفرس مجوس؟ ما هم داهية دولة احنا هنستفيد ايه؟ ومع ذلك بشرنا بانتصار الروم، وكان موافق او مصادف لمين؟ لانتصار اهل بدر. ويومئذ يفرح نفرح ليه احنا لانتصار النصارى على الروم على الفرس؟ ليه؟ عشان هم اقرب في الدين لينا. فبالله عليك مين اللي اقرب في الدين لينا؟ الشيعة ولا اليهود ولا النصارى؟ كلامه يعني ايه اتفاقه كله. شوف جرنا هي اسمها صفة الكلام، يعني الكلام فيها مش هيخلص. بيقول السعد التفتازاني لا خلاف بين ارباب المذاهب والملل في كون الباري تعالى متكلما، وانما الخلاف في معنى كلامه. تصور احنا لو خففنا من حدة الخلاف بين الفرق الاسلامية، الفرحة هتكون لمين؟ مين اللي هيفرح؟ مين اللي هينبسط؟ احنا كمسلمين. طب ولو زودنا قلنا ده مين اللي هيفرح؟ الاعداء والشيطان. خلينا اعقل من كده، مش عاوزين نفرح الاعداء ولا عاوزين نفرح الشيطان، احنا عاوزين نظهر كده بمظهر ان احنا مع بعضين. وما بين يحاسب الله تعالى عنه، الله يجمع بيننا وبينه. فلا خلاف بين أرباب المذاهب والملل. شوف كلمة المذاهب يعني الفرق الإسلامية، لأن المذاهب لما تذكر هنا في الاعتقاد مش معناها المذاهب الفقهية، ولكن معناها الايه الفرق. والملل، الملل يعني ايه الأديان.
يعني ما فيش خلاف بين الأديان اللي هي منتسبة إلى السماء، يعني اليهودية المسيحية للنصرانية والإسلام، ولا بين فرق المسلمين في كونه يعني معناها أرباب الملل يعني المليين وأهل الفرق اتفقوا على كونه تعالى متكلما. يبقى هنا ده مساحة الاتفاق، طيب مساحة الاختلاف. قلنا مذاهب الأمة في معنى كلامه تعالى كم مذهب ذكرناهم؟ أربع مذاهب الأمة الأصلية أو الأساسية. أول شيء أهل السنة يعني الأشاعرة والماتريدية مثلا، يعني إن رضيتم بأنهم أهل السنة، إذا لم يكونوا أهل السنة خلاص حيكون مين؟ ما فيش أمامكم دلوقتي غير الشيعة، نخليهم مكانهم. يبقى أي رأيك الشيعة في الاعتقاد مش على أهل مذهب أهل السنة، على مذهب مين؟ على مذهب المعتزلة. فاهم أنت تمام مدارك محمد. يبقى قالوا إن كلام، إحنا قلنا ما فيش، لا في أغلب مسائل الاعتقاد يعني في الرؤية وفي الكلام وفي الصفات على المذهب المعتزلة. مين؟ ما الإمام إحنا مش عندنا أصلا يعني مسألة الإمامة أصلا مش عندنا، موضوع دينا ده موضوع ثاني، يعني خلاف أساسا عندهم هم خصهم هم. يبقى الأشاعرة قالوا يعني كل أهل المذاهب وأهل الفرق أجمعوا على اتصافه تعالى بصفة الكلام، ولكنهم اختلفوا في معنى كونه متكلما. هي معنى إنه هو متكلم. ماذا قال الأشاعرة في معنى صفة الكلام؟ قالوا إن كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت، يعني قالوا بالكلام النفسي خلاص اللي هو الصفة، ولم ينكروا الكلام اللفظي. يعني الأشاعرة إنه معنى كونه تعالى متكلما أي المعنى القديم القائم بنفسه تعالى أي بذاته المعبر عنه بالعبارات المختلفة، يعني العبارات بس اختلف، انما الكلام من حيث هو لا اختلاف في اصل الكلام. فان عبر عن مراده تعالى عن المعنى النفسي القائم بذاته تعالى بالعربية سمي قرآنا، وان عبر بالعبرانية او بلغة اخرى يسمى انجيل او توراة او غير ذلك، لكن المدلول او المعنى واحد. يا ربنا حيقول لنا واقيموا الصلاة تمام، وفي التوراة مثلا طالبهم بإقامة الصلاة، لكن الأمر اللي هو إقامة الصلاة واحد، لكن التعبير عنه اختلف، هنا بالعربية هنا بالإنجليزية هنا بالفارسية هنا بالعبرية، لكن المدلول واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد، لكن التعبير عنه يختلف من لغة إلى أخرى. ولذلك قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى المجعول مش هو المعنى مش الصفة القائمة، وإنما هو اللفظ المنزل، يجعل عربي يجعل غير عربي ممكن، بدليل قوله تعالى إنا أنزلناه، والصفة لا يعقل أنها تنزل، وإنما المنزل هو اللفظ أو هو المكتوب أو هو المقروء. أما الصفة القائمة بذاته تعالى لا تنفصل ولا تنفك عنه. يبقى معنى كونه تعالى متكلما يعني المعنى القديم القائم بنفسه تعالى أي بذاته المعبر عنه بالعبارات المختلفة، ده كلام مين؟ أما الحنابلة أو متأثر الإمام أحمد بريء من المسألة دي، والمتقدمون من الحنابلة، وذكر ذلك ابن الجوزي وهو حنبلي في دفع شبه التشبيه، قالوا إن كلامه تعالى حرف وصوت يقومان بذاته وأنه قديم. طبعا جماهير أهل الإسلام طالما في حرف يبقى فيه تعاقب وفي ترتيب وفي تقديم، وبعدين قالوا حرف وبعدين قالوا صوت، يعني ما لم يقدموا الصوت على الحرف، لأنه قد يكون الصوت ولا يكون الحرف، يعني في أصوات ولكنها ليست بحروف صوت، إنما الحرف ده يبقى مركب من شيئين، من هواء متموج ومن صوت، عشان كده قالوا حرف وقالوا صوت. والإجماع من أهل جمهور أهل الإسلام على أن الحروف والأصوات أعراض حادثة لا تقوم إلا فيها ترتيب، وبعدين لا يمكن أن أقول بسم الله الرحمن، لا يمكن تنطق الميم
إلا عند انعدام السين، والسين إلا عند انعدام الباء، وكلامه تعالى أزلي، وطالما أزلي بمعناه معناه لا ينعدم ولا يتخلله سكوت، إذن لا يمكن أن يكون من جنس إيه هذه الحروف وهذه الأصوات. ده هو اللي هو إيه الصفة القديمة. الحنابلة قالوا كلامه تعالى حرف وصوت يقومان بذاته وأنه قديم، يعني قالوا بقدم الحروف وبقدم الأصوات وبقدم المكتوب، حتى بالغ وغال بعض في قدم الغلاف وفي قدم الجلد، كل ذا اعتبروا إيه أشياء أزلية قديمة، كأن المطابع دي اللي طبعت المصاحف دي موجودة من الأزل ليست بمخلوقة، ومع أنها لم تكن من سنوات قريبة ثم إيه كانت. المعتزلة قالوا كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته بل يخلقها الله تعالى في غيره. يبقى عند المعتزلة في الحقيقة الكلام من الصفة ولكنه فعل، لأنهم قالوا أصوات وحروف مخلوقة لم يخلقها الله في ذاته وإنما خلقها في غيره، يعني خلقها في اللوح المحفوظ. رب الله عليه ربنا يقول إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا القرآن ده قديم كيف يكون في لوح حادث؟ فما كان في حادث فهو حادث، إذا كان اللوح نفسه حادث كيف يكون ما كتب في اللوح قديم؟ إلا إذا فرقنا بين الكتابة والمكتوب اللي هو المعنى والمدلول، مدلول المكتوب، وبين اللفظ والملفوظ، وبين التلاوة والمتلوه، هنا تنفك الجهة. بعدين قالوا يخلقه في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في النبي، خلاص إذا هو إيه عند المعتزلة الكلام بالنسبة لله تعالى حادث يعني مخلوق، ولذلك قالوا يقوم بغيره لا يقوم بذاته، يعني عندهم الكلام نصفة وإنما هو فعل، يعني معنى متكلم عند المعتزلة أنه تعالى خالق الكلام، معنى كده متكلم يعني خالق، يعني كأن الكلام فعل من أفعاله، إذا أراد الله تعالى أن يكلم أحدا خلق الألفاظ التي تدل على المعاني التي يريد أن يبلغها في لوح أو في كتاب أو في نبي أو في رسول أو في شجرة أو في النار أو في أي شيء من المخلوقات. واضح؟ زي ما يخلق الكلام مثلا في يوم القيامة، اليوم نختم على إيه؟ وتكلمنا أيديهم، الذين لا فيها لسان ولا فيها مخارج ولا فيها، وأرجلهم كمان، يعني الجوارح دي تنطق وتتكلم بكلام فصيح، ولو سألتك عن كيفية تكليم الجوارح لنا مع أنها مخلوقة تتوقف وتقول إيه لا أعلم، فكيف تعلم كنه كلام الخالق؟ إذا كان الأشياء المخلوقة المحسوسة، يعني الحجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسليمه، وهو الحديث في البخاري، قبل الرسالة كنت لا أمر بحجر الحجر الأسود فيستقبلني بالسلام، أو إلا قال السلام عليك يا رسول الله، شوف قال السلام الألف والسين واللام، كيف تكلم الحجر؟ نتوقف. يبقى إذا كنا نتوقف في شأن أشياء من الخلق لا ندرك كنها ولا كيفية، ذكر القرآن الكريم أن الأرض أيضا تتكلم، فقال لها وللأرض هي طوعا قالت أتينا طائع، لا للأرض بسيتك بكى، فما بكت والسماء بسيتك وحزينة ومتألمة، وكل هذه المعاني موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في كلام النملة، قالت نملة، يا شوف كلام جميل مركب بليغ، يعني في كم أشياء من أنواع البلاغة، نهي وأمر وزجر وتقديم وتأخير وتخصيص وتعميم والتفات وغيبة وخطاب، تعلموا فين النملة؟ ها؟ لما شهدتم علينا قالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي إيه؟ أنطق كل شيء، أو ده كلام، قال تعالى وتكلمنا، سماه كده إيه؟ كلام.
ولا نعرف كونها ولا نعرف حقيقتها، فنأتي عند هذه الأشياء ونتوقف أو نسكت عنها ولا نبحثها، مع أن البحث فيها ممكن علميا، ممكن يقول لك دي ذبذبات بتتحول إلى أصوات والأصوات بتتحول إلى لغات، ومع ذلك نتوقف ونمسك عن البحث ثم نخوض في كيفية كلام الله. شوفوا بعيدة ونقول كيف كلم الله موسى تكليما، ولا نقول كيف كلمت النملة، يعني شأن النملة عند الناس يعني أعظم شيء، يعني ما فيهوش قياس. حد بحث المسألة دي كيف النملة، بل مش كيف كلمته فيها، كيف سمعها دي المشكلة، حتى لو حطها جوا أذنه مش هيسمعها. فكيف يعني كبر هذا الصوت حتى سمعه؟ وممكن يبحث من الناحية العلمية سهل، ولم يسمعه غيره. وسمعنا لما كلمه الجنود اللي كانوا معاه دول كلهم ما سمعوش الكلام وسمعه هو سيدنا سليمان. كل هذا يأتي المفسرون ويأتي العلماء ويقفوا عنده، يجوا بعد كده يبحثوا لنا في صفة الايه ده، يعني جرعة من الإنسان يعني وتطاول على مقام ده، سرادقات العلم والإلهية يعني أن يصل إليها العقل البشري مهما وصل. تفضل تفضل. ما كده انت في الحالة دي، لا في الحالة دي كل ما في الامر عملت المقارنة بين كلام الخالق وبين كلام المخلوق. النملة مهما صغرت فهي مخلوقة، اما كلام الله تعالى فليس من جنس كلام المخلوقين اصلا، فلا حتى ولو ضعفت الذبذبات بمليارات مش حيقال انه في فرق او في مثلا مقارنة، بس فقط احنا الايمان بها ايه، ان الله تعالى متصف بها. وشوف وكونها كمال في الشاهد لا تدل على انها كمال في الايه في الغائب الا بتوقيف، يعني المسألة مسألة الكلام بتوقيف، يعني هي الدليل فيها نقل سمعي، يعني العقل ان دل على انها كمال مثلا في الشاهد هذا ليس دليلا على انها كمال في الغائب. فمثلا اللذة والشهوة كمال فينا، اللي في نقص في المسألة دي يعتبر مش غير كامل مش كده، ولكن لا يمكن ان نقول انها كمال في الغائب فيما غاب عنا في الملائكة او مثلا في العالم الغيبي، فكيف نقول بها في الله رب العالمين؟ الحركة مثلا فينا كمال، من كان لا يتحرك يسمى عاجز او فاقد للحركة، يعني فيه نقص فيه عيب به مرض به عافانا الله مثلا شلل كده، فالحركة كمال لمين؟ للشاهد. لكن هل نعرف انها كمال للغائب؟ يبقى معنى كده ايه؟ ليه؟ لان كما ان ذاته تعالى غير معلومة للبشر ولا يحاط علما بذاته تعالى، فكذلك لا يحاط علما بصفاته إلا ما أبلغنا به في كتابه وحدثنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن نحصر المذاهب أو الآراء أهل الملة الإسلامية في، فأنا نتكلم في دائر الملة مش برة. قلنا رأي الأشاعرة أن كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت، ولذلك لما تسمع كلمة كلام نفسي ما معنى شرح ايه؟ معنى كلام نفسي يعني ليس حرفا ولا صوتا، كما ان لك انت كانسان كلا ايه لك ايه كلامان، كلام نفسي لا يقال انه حرف ولا صوت وكلام لفظي، فكلمة نفسي في مقابل لفظي، اللفظي لا يمكن الا ان يكون لفظا وحرفا وصوتا، اما النفسي فليس بحرف ولا ايه ولا بصوت، يعني لا تذهب بعيدا
إن سئلت ما معنى كلام نفسي يعني معناها كلام ولكنه ليس بحرف ولا بإيه بصوت. ليه؟ لأن الحروف متعاقبة متأخرة متقدمة والأصوات عارضة تنعدم بعد أن ينطق بها الإنسان، وهذان حادثان فلا يتصف بهما القدير. ده خلاصة المذهب للأشعر. بعدين الحنابلة قالوا كلامه تعالى حروف وأصوات ولكنها ليست من جنس حروفنا، بل هي حروف وأصوات قديمة. تمام كده، وحنناقشهم انه ما يقلش، بس المهم نقرر الاول ايه مذهبه. جاء المعتزلة وقالوا ان كلامه تعالى حروف واصوات ولكنها ليست قائمة بذاته وليست قديمة. اختلف المعتزلة عن الحنابلة في القدم والحدوث، ولكنهم اتفقوا مع الاشاعرة في القدم واختلفوا معهم في الحروف والاصوات. بعد كده بقي مين؟ الكرامية. الكرامية قالوا الكلام حرف وصوت يقومان بذاته وهو حادث. يبقى اتفقوا مع مين؟ مع المعتزلة في ايه؟ في الحدوث. واختلفوا معهم لأن المعتزلة قالوا ليست قائمة، يعني كان المعتزلة أعقل وعلى أدب أكثر من مين؟ من الكرامية. الكرامية مع أنهم قالوا بحدوث الحروف والأصوات ولكن جعلوها قائمة بذاته، وهم أول من قال بقيام الحوادث بذات الله تعالى. يبقى عندنا في فريقين اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء. كلا الفريقين بينهما هم أربعة، قسمهم اثنين واثنين. كل ما قسمتم اثنين واثنين تجد كل اثنين اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء. فالحنابلة اتفقوا مع الأشاعرة في ايه؟ في قدم الكلام، ولكنهم اختلفوا في انه حرف وايه وصوت. والمعتزلة اتفقوا مع الكرامية في حدوث الكلام، ولكنهم هؤلاء قالوا قائم بذات الله تعالى اللي هم الكرامية، وهؤلاء قالوا قائم بغير ايه؟ بغير ذاته. هذه خلاصة او حصيلة المذاهب الإسلامية في إيه؟ صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا صفة. يبقى كلمة صفة يعني معناها الكلام ليس فعلا، لو كان فعلا لرجع لما كان إيه؟ كان من متعلقات القدرة، يعني يكون حادثا، لأن صفات الأفعال حادثة عند مين؟ عند الأشاعرة. يبقى لو كان الكلام فعلا لما كان صفة. وفي حاجة ثانية، لما كان أزليا، لما كان قائما بذاته تعالى. شوف الفرق بين كون الكلام صفة وبين كون الكلام فعل. طب لما يكون أو لما كان الكلام صفة، من أي أنواع الصفات؟ من السلبية ولا من المعاني ولا من النفسية ولا من المعنوية؟ من المعاني. يبقى معناها الكلام وجودي، يعني أمر زائد على إيه؟ على الذات. صفة أزلية. ما معنى أزلية؟ أزلية يعني لا أول لها، لا بداية لها، يعني لم يكن الله تعالى متكلما فتكلم. لو قلنا انها ليست ازليه، يعني الحق سبحانه وتعالى لم يكن متكلم ثم تكلم، او فتكلم ثم دي الاستعراف شويه، انما فتكلم يعني. يبقى معنى كده كلامه سبق بعدم او سبق بسكوت، يعني المهم لم يكن متكلما. انما لما يكون أزلية يعني هذه الصفة لا افتتاح لها، لا بداية لها، لا اول لها. واذا كان لا اول ولا بداية يبقى لا تنعدم لا نهاية، لان الازلي من صفاته انه ايه؟ واجب الايه؟ الوجوب، لا يعتريه لا عدم ولا يتخلله سقوط ولا فناء
يبقى اذا كانت اذا كان الكلام بالنسبه له تعالى صفه ازليه بالله عليك يعني معناها ما فيش تخللها سكوت ولا وقف عندنا كده ولا روم ولا اشمام ولا تقديم من هذا كله في الحادث. فاذا كان الكلام هكذا اذا كيف نفهمه؟ مش ممكن تفهم كيف الازل. يبقى معناها تؤمن به كده وتتوقف عنده كده. نبي الله عليك قد هو الكلام ازل وربنا يقول وكلم الله موسى تكليما فلازم يكون موسى ازلي. لا يبقى اذا تعلق متعلق الكلام ازيل الحجاب عن سيدنا موسى فسمع الايه الكلام الازلي ثم رفع الحجاب فرجع الى الحالة التي كانت عليه والكلام ليس فيه تغير. والتغير كان في شأن مين؟ في شأن سيدنا موسى عليه السلام. وما يعني في حجاب الا من وراء لا وحيا او من وراء حجاب. يعني معناها لما ربنا يزيل هذا الحجاب يسمع موسى او يكلم موسى بس يرجع الحجاب مرة ايه ثاني. يبقى اذا الايه يعني انا مثلا اقول لها المثل جلستي ما تغيرش وانت في حجاب بينه وبينك عزلنا الحجاب شفتي مثلا حطينا الحجاب ثاني اختفت الرؤية. التغير في مين دلوقتي؟ انا ما فيش حاجة زي ما انا. التغير عند مين؟ عندك انت. فلم يحدث في صفة الله تعالى تغير. ده تقريب كده بقدر الامكان عشان يصل الموضوع الى ايه الى افهامه. قالوا صفة ازلية مفهوم كلمة ازلية يعني ما لهاش بداية. وقلنا في فرق بين الازل وبين القديم. القديم هو ما لا اول له وجودا فقط. اما الازلي ما لا اول له وجودا كان او عدما. او عدما زي ايه؟ عدم ازلي زي نح عدمنا في الازل. هذا ايه العدم اللي هو كان في الازل؟ ازلي. بعدين انقطع هذا العدم بوجودنا. لم ينقطع بوجودنا لانه لو انقطع عدمنا في الازل لو وجدنا في الايه في الازل. ولكن انقطع عدمنا فيما لا يزال وليس فيه في الازل. فالذي انقطع بوجودنا هو عدمنا فيما لا يزال. ما معنى ما لا يزال؟ الازل المغرب. طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله تعالى اعلم. الكلام النفسي ده لو ما سمعتش حاجة بدل الكلام النفسي إذا سمعت يبقى اللفظ. وبعد أهل السنة قالوا عن صفة يعني الكلام الصفة يعني مش فعل. يعني غيرهم قال ان الكلام فعل من افعاله تعالى يعني خلق من خلقه كما يخلق الاحجار والشجر والانسان يخلق الاصوات والحروف ولكنها تقوم في غيره. نعم. لان الحوادث لا تقوم بذاته تعالى. نعم. لما قيدنا بانه صفة عشان يخرج من قال هم لم يصرف المعتزلة بان الكلام فعل لكن عندما قالوا هي حروف واصوات تقوم بغيره تعالى بمعنى هذا انهم جعلوها ايه فعلا وارجعوا الكلام الى ايه الى القدرة. اصبح الكلام زي الخلق وزي الرزق وزي الاحياء وزي الاماتة يعني فعل من ايه افعال الايه القدرة. يعني لازم كلام نعم هو كده كلام لازم من غير لا هو كلام ممكن. نعم. صفة ازلية
قلنا أزلية عشان إيه ننفي السكوت وننفي ال ده علة ومعلول انتفت العلة انتفت المعلول كده كويس مسموع اشتغل شوية حتى ارتفع الأصوات واحدة إذا قالوا صفة أزلية خلاص وقائمة بذاته لأن صفاته تعالى قائمة بذاته وليست قائمة بغيره ليست بحرف ولا صوت إذا انتفى الحرف والصوت يعني معناه إثبات الكلام للنفس وأنا تأملت كده شوية في مذهب المعتزلة وجدتهم هم بيحصروا الكلام في إيه؟ الحروف والأصوات الحروف والأصوات إذا المشكلة بين الأشاعرة وبين المعتزلة أن الأشاعرة يقولون لهم ولغيرهم بأن الكلام ليس منحصرا في الحروف والأصوات ولكن هناك في كلام إيه؟ نفس طب موقف المعتزلة من الكلام النفسي نفوه ولكنه جعلوه إيه؟ من متعلقات الإرادة لو انت دققت في الكلام او في مذهب المعتزلة ليه لانه الكلام عندنا إيه؟ امر ونهي وخبر تمام وعند المعتزلة اتحاد بين الامر والإرادة مفيش تفريق وإذا كان الكلام أمر أو نهي فرجع عندهم للإرادة إذا الكلام عندهم هو النفسي راجع مش للإيه للقدرة اللفظ اللي وصلت هو اللي راجع للقدرة القدرة. والنفسي عندهم راجع للإرادة يعني عندهم الكلام النفسي بمعنى الإرادة ثم قالوا إيه معنى متكلم شنو بيقولوا معاني قائمة هو كده يبقى معناها الإرادة شفت كده وحنفرق بعدين في فرق عند أهل السنة بين الأمر وبين الإيه الإرادة وبين الرضا أيضا وكل شيء كائن إرادة وإن يكن بضده قد أمر فالقصد يعني الإرادة غير الإيه غير الأمر لكنهما عند المعتزلة في اتحاد بين الأمر والإرادة يبقى عند المعتزلة في الحقيقة لا ينكرون الكلام النفسي ولكنهم يردونه الى الايه الإرادة. الى الاراده لان الامر عندهم متحد بالايه الإرادة. وعند اهل السنه مغاير يعني الامر مختلف عن الايه الإرادة. عن الاراده وقال الكرامية كلامه قدرته على التكلم خلاص قدرته على التكلم وهي قديمه مش الكلام عندهم احنا قلنا الكرامية عندهم الكلام حادث انما القدرة على الكلام هي الايه هي القديمة يعني هو قادر على ان يتكلم عندهم اذا اراد زي قادر على ان يخلق اذا اراد وطالما ربط ما هذه الارادة اذا لا تكون ايه الا فعلا الا فعلا اذا القدرة نفسها او الارادة قديمة ولكن التعلق ايه حادث يعني ذكروه ده مولانا كلام بالقوة مش بالفعل كلامه قدرته يعني معناه هو متصف على الكلام عندهم بمعنى قادر على الكلام انه اذا كان الكلام حادثا طب قبل ان يحدث الاصوات والحروف هل هو متكلم ولا مش متكلم حيلزم من مذهبهم انه غير متكلم قبل ان يخلق الحروف فقالوا لا هو ايضا متكلم قبل ان يخلق بمعنى انه قادر على الكلام زي الخلق زي الخلق وقالت الايه الحشوية طائفة سمت انفسها الكلام ده قال الشيخ اللي يقوله في الحاشية مش يقول طائفة سمت انفسها او سمت نفسها بالحنابلة كلامه تعالى هو الاصوات والحروف شوف كده دي مكابرة يعني معاندة للحس هو الاصوات والحروف المترتبة المتعاقبة شوف المكابرة وإنها قديمة يعني إذا كان عاجب مش فاهم يا مولانا يعني الفهم عدم في الكلام ده يا مولانا هذه عشان كده الشيخ بيقول لك يعني طائفة يعني وقالت المعتز يعني المعتزلة مذهبهم مذهب عقلي يعني واضح مفهوش لا لف يعني رغم انه خطأ لكن كلامهم مفهوم واضح انما
مش يعني هو قالوا اصوات وحروف وحاسب ومخلوقة في غير. ومن ناحية انه اللفظ صادقون في هذا مش احنا ما فيش نزاع بيننا وبينهم في الموضوع ده. نعم. اصوات مخلوقة وقائمة في غيره. انما النزاع بيننا وبين كلام الناس بانه الكلام عندهم منحصر في اللفظ فقط. وعندهم الكلام بالصفة ده فعلا. نعم. ده المشكلة الحقيقية. انما افهم لي كده كلام الجماعة دول هو الاصوات والحروف المتوالية المترتبة ومع انه في توالي وفي ترتيب وفي تقديم وفي تأخير وفي انعدام وفي وجود وفي سكت وفي وقف وفي همس وفي ورق وفي كتاب وفي جلد بل القديم. وقالت المعتزلة كلامه هو الحروف والأصوات وهي حادثة وغير قائمة بذاته. فمعنى كونه متكلما عندهم يعني عند مين؟ معتزلة. أنه خالق الكلام في بعض الأجسام لا أنه لا أن الكلام قائم به. نعم. صريح مذهب صريح. نعم. وهذا والحق هو ما قاله أهل السنة والجماعة من أنه صفة أزلية نفسية. نعم. مش نفسية هنا زي الوجود. ها؟ أو صفة أزلية نفسية. لما احنا عرفنا الوجود بمعنى كده عندنا صفتان نفسيتان. نعم. والصفة النفسية قررنا أنها واحدة وهي أيوة. الوجود. نعم. وجينا هنا قلنا الكلام صفة أزلية قال لك نفسية هنا غير نفسية هناك. نعم. نفسية هناك يعني يدل الوصف بها على نفس الذات. الذات دون معنى زائد. دون معنى زائد. نفسية هنا يعني معناها ليست حرف ولا صوت. نعم. يبقى هنا نفسية غير نفسية إيه؟ هناك. نعم. طيب يعني لما هي دي غير دي ما كان جاب حاجة تاني غير كلمة نفسية يعني عشان ما يلتبش المعنى قال لك باقة العبارة. نعم. ما عارفين ايش هيعملوا ايه ما لقين ايش كلمة يقولوا. نعم. صفة أزلية نفسية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف أو معنى ليست بحرف ولا صوت شرح لكلمة نفسية تتعلق بما يتعلق به العلم أه؟ بجميع يعني العقل. تتعلق بالأقسام العقلية الثلاثة الواجب والمستحيل والجائز. فاتبع الحق وأعرض عما سواه مما وقع من التخبطات المفضية إلى الهلاك. ولقول الكلام في هذه الصفة سمي هذا الفن بعلم الكلام وإنما كان الكلام النفسي منزها. شوفنا جايب هنا الشرح لماذا لا يكون الكلام النفسي فيه حرف وصوت بس طبعا حرف وصوت غير مسموع. اهو ده يعتبر ايه ده اسمه الجدل العقيم غير مفضي ولا صوت وغير مسموع وما كيف صوت حرف وغير مكتوب اذا كيف حرف هو نفس الجهة العدمية يعني زي حكاية الجهة العدمية. يبقى هنا اراد ان يشرح فقال لك ما هو انت ممكن تقول لي انا في نفسي زي ما انسان هيخطب الجمعة بيعمل يستحضر الالفاظ والكاف كل ده في نفسه لكنه ايه لا يمضي ما هو في حروف وفي ترتيب وفي تقديم في الكلام النفسي. نحن وقعنا في اشكال ثاني. نعم. يعني ليست الحروف والاصوات فقط في الكلام اعتبر النفسي ما فيه الصوت بلاش الصوت عشان الصوت عاوز قرع وقلع لكن في ترتيب وفي تعاقب نفس الحكايه اذا انت اللي فريت منه وسميته كلام نفسي عشان تهرب من الحق عرفت من الصوت لكن وقعت فين في الحرب زي الهرب من ساقه وقع في طاحون. نعم. قال لك ما احنا في ثلاث معاني للكلام مش معنى ثلاث معاني اللي هو اللفظ وهو وحديث النفس. وحديث النفس لا يتصور ان يتحدث مع نفسه إلا إذا تصور تراكيب الحروف والمعاني والألفاظ نفسها. نعم. ليس هذا هو المراد زي حديث إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به إيه أنفسها
ليس المراد بالكلام النفسي يعني حديث النفس. نعم. لأنه أيضا فيك لما تحدث نفسك جملة جملة ومثلا تخلص من دي تدخل في الثانية وترتب الأفكار بتاعتك مرتبة. نعم. العناصر العنصر الأول كذا العنصر المقدمة في ترتيب نفسك. نعم. فليس هذا هو المراد، وإلا لكان الكلام حادثا لون نفسي. نعم. كما هو إيه كلام النفسي حادث، إنه أعراض خواطر وأفكار بتيجة على خاطرك أو على نفسك وفيها ترتيب وفيها قال لك لا في معنى ثالث وراء هذين المعنيين، اللي هو المعنى القائم بالنفس قبل تصور الحروف والأصوات. نعم. لأن حديث النفس مرتبط بتصور الألفاظ والحروف. نعم. خلاص؟ نعم. لو ما فيش ألفاظ وحروف مش هيكون في حديث النفس. نعم. أنت لما تقرأ في كتاب وبعدين تستحضر ما قرأته في نفسك، كيف استحضرته؟ تصورت الصفحة على اليمين والآية دي في الشمال، زي اللي بيقرأ القرآن في نفسك كأنه أمامه مصحف. فين المصحف ده؟ مرسوم في إيه؟ في مخيلتك، في إنه استحضر المصحف وآياته وترتيبه في نفسه، وإلا لما كان حاسبا للقرآن. نعم. ولما رتب القرآن. نعم. وأيضا وهو يقرأ القرآن في نفسه بيقرأ بترتيب الفاتحة قبل البقرة، بمعناها حادث أيضا. نعم. أمالي المراد قال لك في حاجة ثالثة وراءها هو المراد بها، اللي لا توصف بأنها حرف ولا صوت، ومثلوا لها بالذي لا يعرف أي لغة ولا إنجليزية ولا حاجة، مش في معاني عنده. نعم. هنا انفصلت المعاني على الأصوات والحروف. وعشان نقرب أكثر، زي الطفل لا يعرف لسه ولا حاجة، لسه مولود من بطن لا تعلمون شيئا، ومع ذلك عنده معاني قائمة بنفسه يريد أن يعبر عنها. يعني لما يجوع يصرخ مثلا، صراخه ده يعبر ويدل على احتياجه إلى غذاء، إلى شراب، إلى طعام، إلى راحة في النوم، إلى غير ذلك. لا لا ما وقعناش في التشبيه ده، وصلنا الى نفي التشبيه، لانه المعنى الثالث ده معاني لكن ما فيهاش لا حرف ولا صوت، بخلاف المعنى الثاني اللي هو حديث النفس. يعني اتحد تشبيهنا بالناحية دي المعنى الثالث بكلام النفس مع كلام الله في معنى سلبي، وهو نفي الحرف والصوت، وهذا الذي نريد أن نصل إليه بالضبط. يعني الآن لما صورنا ليش قلنا الإنسان لا يعرف أي لغة، في معاني ولا مفيش؟ إذا لا يمكن يوصف كلام النفس ده اللي هو المعنى القائم بنفسه بأنه حرف ولا صوت، لأنه لا يعرف لا لغة ولا حرف ولم يسمع صوتا، وكالطفل الذي يصرخ. تشبيه في السلب مش في الإيجاب، يعني تشبيه في أن اسمع هذا التشبيه. التشبيه في السلب ما يضرش، ليه؟ لأنه ده نفي وده نفي. فكما ننفي عن هذا الكلام بالمعنى الثالث أنه حرف ولا صوت، يعني نريد أن نقول لك إن الكلام في اللغة له ثلاثة معاني، المعنى الأول اللي هو اللفظ الذي نلفظ به، والمعنى الثاني اللي هو حديث النفس، وأيضا نطلق الكلام على معنى وراء هذين المعنيين اللي احنا مثلنا له وأظن واضح عندك، وهذا الأخير ليس فيه حرف ولا صوت. فكما أن هناك كلام ويقال له كلام ويسمى في اللغة كلام وليس بحرف ولا صوت، ما أردنا ألا نشبه كلام الله تعالى بهذا المعنى الثالث، وإنما أردنا أن ننفي عنه الحرف والصوت كما نفيناه عن المعنى الثالث. أما الكن هو الحقيقة فلا يعلمها إلا الله. كل ما في الأمر اتحد الأمر في سلب الحرف والحرف عنده. يعني عاوز اقول لك انه في كلام وليس، يعني عاوز اقول لك مثلا كلام الله تعالى ليس، لماذا نزهناه عن الحرفيه والصوتيه؟ لان الحروف والاصوات حادثه. فتيجي تقول طيب كيف يبقى كلام؟ اذا لا يكون كلاما الا اذا كان حرفا وصوتا. نعم.
فلو انا قلت لك حديث النفس هتقول لي ان حديث النفس ده كلام وفي تفسير زي ما بيقرا القران في نفسي او بس يعني واحد بيقرا القران بدون ان يحرك لسانه، ولكن الفاظ القران موجوده ومترتبه ومتعاقبه بدون صوت وبدون شيء مش كده، لكن هذا يعتبر حديثنا النفس عارض ومخلوق. انما ما اردنا تشبيه كنه الله بالمعنى الثالث الا فقط في ان هذا يسمى كلام وليس حرفا ولا صوتا. فنريد ان نقول لك انه يوجد كلام وليس بحرف ولا صوت، فلما استبعدته عن الخالق عن الغائب مع انه هو موجود في الشاهد؟ الله، ده تقريب بس بمعنى مش تشبيه. نعم. وحتى لو كان تشبيه ده سلب وده سلب، يعني ده لا حرف ولا صوت وده لا حرف ولا صوت. نعم. يبقى فين التشبيه؟ التشبيه لما تثبت شيء للانسان مثله لله تعالى، هنا يبقى في تشبيه. انما اذا نفيت السلوك ما فيهاش تشبيه. السلوك ما فيهاش تشبيه. نعم. السلوك لا تشبيه في. نعم. التشبيه فين؟ في الايجاد. في الايجاد. مش كيف نشبه سلب مثلا؟ قول. هم استدلوا لما يعني هذا المذهب زي ما قلنا من البداية مذهب حواري جدالي وليس لتقرير الحقيقة، فالحقيقة فوق الجميع لا يعلمها إلا الله، ولكن حوار بس عشان ندفع كلام الخصوم. هم قالوا بأن الكلام منحصر، جبنا لهم من شواهد اللغة ما يفيد بعدم انحصار الكلام في اللفظ، وجابوا قول الأخطل وليس المراد. يقول لك ده جماعة السلفية قالوا شوف الأخطل نصراني ونستشهد بكلامه، لا نستشهد بكلامه على إثبات نصرانيته، ده هو شاعر من الشعراء الجاهلين ممن يكون كلامهم حجة في العربية فقط مش في الناحية الاعتقادية أصلا. يعني ده الشعراء الجاهلين. لا فيه مسلم؟ لا. مش كانوا جاهلين في الجاهلية؟ نعم. لا شو معنى لما يجي واحد من الصراحة ده المفروض ده ناخد كلامه المقرب إلى الايه؟ إلى الدين. يعني لما يكون جاهلي كافر ملحد نقول كلامه حجة في العربية، ولما يكون نصراني نقول لا، يعني ده ما تحكم بغير داعي بغير يعني ترجيح بغير مرجح. نعم. لا. يبقى الأفضل كلامه بيقول ايه؟ إن الكلام لفي الفؤاد إنما جعل، يعني معناها الكتابة والأصوات والحروف واللغات معبرة عن المعنى القائم في النفس الذي هو ليس بحرف ولا بصوت. نعم. لا أنت لم تحضر معنا الدرس الماضي، ده احنا بنقول الكلام غير منحصر في اللفظي، يعني معناه احنا بنقول اللفظ ايضا كلام والنفس كلام، اذا احنا ما لا احنا ما حضرنا لا احنا شوفوا عبد الكلام عند اهل السنه قلناه، الكلام اللي انا قلته بنفسه كاتبه شفت كده، اهل السنه قال قولوا له ثاني ولا حضرت لا. ان الله تعالى متكلم بمعنيين، هناك صفه قائمه بالله تعالى مش فعل، وهي لا توصف بأنه حرف ولا صوت ولا تقديم، وهي الكلام النفسي. وكلمة نفسي يعني نسبة إلى الذات أو نسبة إلى النفس. نعم. ومعناها يعني الذي ليس بلاش انت إذا كانت مزاعة لكن مش نفسي بلاش منها، المهم الصلاح هنا، المهم الكلام الذي لا حرف فيه ولا صوت هو اختصاص. نعم. المعنى الثاني عند أهل السنة أنه يوجد ألفاظا وكلمات، يعني كلام اللفظ عندهم ايضا كلام، والا حينفوا ان القران كلام الله، ما القران لفظ وصوت وحرف. فالمعنى الثاني عندهم الفاظ وكلمات تصدر ابتداء بتخليقه واحداثه وتنسب اليه، وبها يسمى يعني باللفظ ده والحروف والاصوات سواء كان قران او توراه او انجيل، وبها يسمى متكلما وآمرا وناهيا ومخبرا، وتدل على اللي هي الألفاظ والحروف واللغات على بعض مش كل، لأن كلامه النفسي غير منحصر بصفة أزلية، وتدل يعني مثلا لو قلنا القرآن كلام الله
اما الكلام القران له اول وله ايه اخر، ما مش ازلي. اما الازليه ايه الصفه، مش ده كل الكتب السماويه محصوره لها بدايه ولها نهايه. يبقى ازليتها راجعه مش الى الكتابه ولا الى كونها صفه قائمه بذاته تعالى. ولذلك اهل السنه لما قيدوا كانت عبارتهم في غايه الدقه، قالوا القران كلام الله، كلام الله غير مخلوق، فقيدوه بانه كلام الله. انما القران اللفظ الحروف المكتوب في المصاحف بحد، بس لا يقال هذا امام العوام ولا غير الدارسين، حتى لا يظنوا ان الحدوث راجع الى الصفه الايه النفسيه. ولذلك جلد وضرب على الامام، هم بيش يقولها رغم انها حق، قالوا يبقى القران كلام الله ولا ازيد. فهل قالوا القران غير مخلوق؟ لا، قال القران كلام الله، يعني اي صفه الله، هو ده اللي غير مخلوق. انما المكتوب والمقروء ده لا يشك احد ولا يرتاب عاقل في حدوثه. ليه؟ لانه بسم الله لا يمكن نطق الميم الا عند انعدام السين، ولا يمكن نطق السين الا عند انعدام الباء، ولا يمكن حرف الا عند انعدام الذي قبله. نعم. وهذا الترتيب وهذا التاليف هو اماره وهو علامه الحدوث، وكلامه ازلي. نعم. احنا بنقول يعني افهم ايه طب معنى كلمه ازلي، وهي معنى تنعدم الاصوات. ايه ده ازلي؟ ده ازلي يعني معناه القديم لا ينعدم. لا ينعدم. نعم. يبقى هنا المعنى الثاني بهذا، يكون اهل السنه قد اخذوا من كل مذهب احسنه. نعم. وردوا باطله. نعم. يعني قال اهل السنه جمعوا بين كلام المعتزله وبين كلام، يعني خذوا من كل شيء احسنه. نعم. فالمعتزله قالوا بالكلام اللفظي وقالوا بحدوثه، اتفق معهم اهل السنه ايضا في الكلام اللفظي وفي اثباته وفي حدوثه، ولكن اختلفوا معهم في انحصار الكلام فيه. نعم. اذا احنا تميزنا عنهم. نعم. وبعدين ليس المقصود من تقسيم الكلام عند اهل السنه الى نفسي ولفظي، ليس مقصودهم التمثيل بكلام الانسان النفسي واللفظي، وانما هو زي ما قلت لك مذهب حواري. نعم. جدالي، المقصود به الرد على المخالفين والبرهان لوجود الكلام النفسي في الشاهد، فكيف يمنع في الغائب. يعني احنا بنستدل ونقول لهم مذهبكم باطل، لانه مع قولكم بأن الكلام منحصر في الحرف والصوت، نقول لهم لا أدل على ذلك من أن الشاهد أي الإنسان الذي تشاهدونه كلامه مش منحصر كمخلوق في اللفظ، فأنتم يعني منعتموه مطلقا وهو مقرر في الشاهد، كيف تمنعون الشاهد؟ في حجة أقمناها عليكم، فكيف تحكمون على الغائب ولا حجة معكم؟ ده مش معكم حجة في الشاهد، فكيف تكون معكم في الغائب؟ نعم. إذا هذا هو مذهب لدفع أو للحوار أو للرد على الخصم أو على المخالف، إذا مش مقصود تمثيل كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما هو زي ما قلنا رد على الإيه المخالفين. ومع هذا ففي إثباته بالنسبة لله تعالى على وجه يليق به بالألوهية ويليق بالربوبية، لا على الوجه، إنما كل ما في الأمر بنقولهم لا ده في كلام ثاني ويسمى كلام لغة وفي الشاهد ونعقله ويسمى كلام إيه نفسي، وليس كلام وليس كلام اللفظي. نعم. يبقى احنا الرد عليهم ودفع كلامهم بدليل من اللغة وبدليل من الشاهد الموجود ايه امامه، وبعدين عندك دليل من القرآن الكريم انه سمى الحق تبارك وتعالى ما يدور في النفس الذي لا يقال في حرف ولا خط، سماه كلاما. ويقولون في انفسهم، الم يقل تعالى ويقولون في انفسهم، الم يقل تعالى فأسرها يوسف في نفسه. يعني دي محاولة من كبار علماء الأمة زي السنوسي زي الأشعري زي الرازي زي النووي وغيرهم
لتقريب الايه المعنى والفهم. نعم. وليس لتقرير الحقيقه. ما يتيه من ذكر محدث فكأنه مدرسة كده في صراع بين مدرستين، فدول عم يردوا على دول. طب ليه سمتوا انتوا لم يرد في الكتاب ولا في السنة ان له تعالى؟ قالوا لنا كده الله لم يرد في الكتاب ولا في السنة ان كلامه تعالى يقال له نفسه. انتوا كده مبتدعين وخارجين عن الملة واو الى اخره، واتهمونا بتهم. طب تعالوا، هل ورد في الكلام والسنة ان كلامه تعالى لفظي؟ نفس الحكاية رمتني بدائها. لما انت بقول ما فيش دليل على انه في كلام نفسي، لا في دليل على انه في كلام لفظي. تناقض يعني الفكر لا يكون هكذا. الفكر لا يحارب الا بفكر. يعني ان كان في حجة، ان كان في دليل، قد لم يرد في السنة ولا في القرآن ولا على ألسنة الصحابة، إنما ورد على ألسنة الأئمة الكبار، إمام مالك مثلا، إمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، يقول كلامه تعالى ليس بصوت ولا حرف والتحاوز ولا يشبه كلامه. طب لما قال لا يشبه كلامه كلام البشر، طب يعني إذا خد بالك لا يشبه كلامه كلام البشر، طب ما هو كلام البشر؟ هو الحروف والأصوات. طب إذا كان لا يشبه يعني معناها ليس بحرف يلزم من هذا، وإذا كان حرفا وصوتا يشبه كلامه كلام. نعم، ما أنا قلت لك ثلاث معاني. المعنى الثاني ده يستحيل لأنه طارق وحادث وعارض، والمعنى الثالث قلت لك ليس التشبيه فيه في الكون ولا في الحقيقة، إنما في السلم، لأنه ده لا حرف ولا صوت. ليه إحنا هي حجة عقلية؟ لماذا نفينا الحرف والصوت عن الصفة النفسية؟ لأنه لو أثبتناه لكان حادثا، اللي هو الحرف والصوت. وقيام الحادث بالقدير مجتمع، هو ده السر في عدم اثباته. فمش لا نستطيع ان نثبته بحرف وصوت. يعني لو اثبتناه حرفا وصوتا معناه اننا نقول بقيام الحوادث بذاته تعالى. وهذا المذهب مردود باجماع المسلمين وقيام الحوادث بذاته تعالى، لان ما قام به الحادث هو حادث. يعني معنى كده لو قلنا انه الكلام بالنسبه لله تعالى حادث، هيكون معنى ايه؟ هيكون معناه انه تعالى لم يكن متكلما، فاصبح متكلما، يعني تجدد في صفاته ما لم يكن، هيكون معناه. انما لو كان ازلي، واحنا بنقول الكلام صفه ازليه والصفات المعاني كلها ازليه، يبقى معناه كيف يكون كيف يكون لم يكن ثم كان ثم كان، اذا تناقض. بس يعني كاننا نقول بالازليه وبعدمها في آن واحد، وهذا تناقض. نعم. اذا كان الذين قالوا ان كلام الله تعالى على المعنى الاول، احنا قلنا الكلام عند اهل السنه يتناول المعنيين، يعني كده هو حقيقه مشتركه بين اللفظ وبين المعنى. نعم. فيقال على اللفظ وما بين دفتي المصحف حقيقه كلام الله، ويقال على الصفه النفسيه القائمه بذاته تعالى كلام الله. نعم. يعني يطلق على معنيين حقيقه مش مجاز، يعني كده متكلم وكده متكلم، بدليل القرآن الكريم ذات وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني المشرك لما يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يسمع القرآن من القراء يبقى سمع إيه؟ كلام الله. مع أننا نقطع بأن هذا الصوت الذي سمعه المشرك ليس هو صوت له. نعم. مو فهمت كده الرحمن. نعم. قول. هات مية. قول قول راح راح. يعني مثلا ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينطق الحجارة فتتكلم بألفاظ فصيحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
يقول كنت امر على حجر في مكة فاستخدمني بالسلام. يعني يقول انا بقول له صاحب هل الحجر النطق في ذاتي ولا بخلق الله؟ يعني خلق الله تعالى الكلام في غيره، يعني الاصوات والحروف خلقها في الشجرة. او بلاش اليوم نختم على وتسلمنا يخلق الله الكلام في الايدي، مع انه ما فيش لسان ولا مخارج ولا لغة، وتتكلم الايدي والارض. يبقى اهو ده كلام وحروف واصوات خلقها الله تعالى في غيره. ولذلك المعتزلة مذهبهم كذا، مذهبهم ان كلام الله تعالى حصروه كذا، قالوا كنا ما حصروه، حروف واصوات يخلقها الله، يعني ليست قائمة بذات الله، وانما يخلقها الله تعالى في غيره، كما خلقها في اللوح المحفوظ او في الشجرة او في النبي او في جبريل. يعني ألم يخلق الله تعالى معاني والفاظ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم بها؟ السنة عبارة عن ايه؟ مش وحي، مش نعم. كلام الله نعم. بس ايه اللفظ من مين؟ من الرسول. اهو دي كده. وقالوا انه تعالى حاجة اغرب من كده، الكلام اللي هو القرآن اللي هو في اللوح المحفوظ، لو انت قلت ان القرآن اللي هو في اللوح المحفوظ قديم، يعني معنى كده حيلزم قدم اللوح المحفوظ نفسه، مع ان اللوح المحفوظ قديم، وما كان في القديم لا يكون، ما كان في الحادث لا يكون الا حادثا. قال لي في اللوح المحفوظ، في اذا كان اللوح نفسه حادث مخلوق، اذا كيف يكون اللي فيه قديم؟ الا اذا فرقت بين شيئين، بين التلاوة او بين المكتوب، بين الكتابة وبين المكتوب، يعني أصواتنا وتلاوتنا وكتابتنا وقراءتنا حادثة، مع أن المقروء والمكتوب والملفوظ قديم. ومن العمل كذا الشيخ الإنجي صاحب الناقة فرق بين التلاوة والمتلو، يعني التلاوة حادثة بدليل حدوث التالي اللي بيصلوا حادث، والمتلو قديم. قديم بمعنى ايه؟ بمعنى ان عباراته تدل على متعلقات الصفة النفسية القديمة، لان القرآن ده منزل. فكيف ينزل الله تعالى صفاته؟ صفة هتنزل؟ ما تنزلش. نعم. يبقى ايه اللي هيتنزل؟ العبارات والحروف الدالة والالفاظ اللي على مين هيتنزل بها؟ الرسول هيتنزل بها، الملك. والله تعالى يقول إنا جعلناه، وجعلناه يعني حولناه، الجعل فيها خلق، فيها معنى الحدوث. ولا يكون القديم مجعولا. فإذا نفرق بين القرآن، إذا سئلت مثلا هل القرآن قديم، والمفروض ما سألش سؤال عشان ما نعديش الفتنة بتاعة الإمام أحمد الثاني، بس الحمد لله المأموم مش موجود، الخليفة العباسي غير موجود، يعني حتى لو عدناها مش هلقى في مشكلة. لو سئلنا عن القرآن القديم الكريم هل هو مخلوق او غير مخلوق، عارف لو اجبت لانه مخلوق غلط، ولو اجبت لانه غير مخلوق غلط، من الاجابة الصحيحة؟ الاجابة نفرق. هل نريد الالفاظ والحروف ولا الصفة؟ ان اردنا الالفاظ والحروف حديث ولا يتمارى فيها. نعم. وان اردنا المعنى القائم بذاته قديم كده مش ذات، يبقى المشكلة كلها عندنا في اجماع الامة على انه الحروف والاصوات لا يمكن ان تكون الا حادثة، للترتيب والتقديم والتأخير والتأليف والهمس والزهر والتزيين الصوت وهكذا. يقول احد بل انه يدل على ان الحروف مخلوقة انها منتهية مش أزلية. الحروف لو كانت الأزلية حروف أزلية معناها لا أول لها ولا نهاية لها، معناها الحروف لا تنحصر في 29 ولا في 28، يبقى الحروف ما لهاش أول ولا الأزل، معناها كده الأزلي ما لا أول له. نعم. فكيف تكون أزلية وليها أول وليها آخر حرف اللي هو ليه الياء؟ يبقى هنا بحسب إطلاقين أو بحسب معنيين يختلف. فعندما قالوا قديم قيدوه القرآن كلام الله، يعني صفة الله. شوف التنبه، لما لم يقولوا القرآن غير مخلوق، لكنهم قالوا القرآن كلام الله،
يعني عاوز يقول لك، عاوز يشير لك الى انك اذا اردت الصفة الازلية فلا يمكن ان يكون القرآن مخلوقا، وان اردت اللفظة والحرف انت بتقول الحروف والاصوات حقيقه قائمه بذات الله، معناها على طول يعني ان يعني انت تقول بقيام الحوادث بذات مش كده. ما احنا كل اللي حصل ده اليس دفعا لهذا؟ هنسمعه بيه وبعدين نجيب قنبله نفجرها. كل الحجج العقليه اللي قلناها دي، وان الاصوات فيها ترتيب وفيها تقديم، وفي الاخر تقول لي كيف ندفع؟ دي بس التفسير النص يا مولانا. اي نص النص اللي هو كلمه ربه، يعني ايه بقى كلمه ربه يا اخي؟ تعال انا الم اقرا عليك قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره؟ لا، كيف اولت هنا وكيف فهمت؟ لان المشرك سمع صوتا، سمع ادميا مثلي ومثلك، سواء كان صحابي او نبي او قارئ في الاذاعه او في التلفزيون. وكيف سميت الذي سمعه من القارئ؟ ألم تقل إن المشرك هذا سمع كلام الصحابي؟ ولم تقل إنه سمع كلام المنشاوي؟ أنت قلت سمع كلام الله. يا أخي لما أسمع، لما يشتغل الرد وتسمع القرآن أقول لك تعالى نسمع كلام الله، يعني بتسمع كلام الله من الله؟ لا، زي ما رديت من أرد هنا. ليه ما استقيمش؟ ليه احنا دلوقتي يعني الان اشكل عليك في انه كيف اخي لا يقوله احد غير الله؟ لكن انا الان قلت لك مين اللي قال انا انزلناه في ليلة القدر؟ الله سبحانه وتعالى. الان انا انزلناه، مين اللي قال كده؟ اهو قال احد غير الله اللي هو انا. انا ما اقدرش اقول لك افتح المصحف واقرا لك اني انا ربك. أديني قلتها وأنت تقول لا يقدر أن يقولها إلا الله، كيف ترد عليه؟ هل إحنا قلنا كده؟ إحنا قلنا بنفرق بين معنيين، بين الصفة القائمة اللي هي لا يمكن يكون فيها حرف، وبين الألفاظ والحروف الدالة على هذا المعنى القائم بذاته تعالى. فالصفة القائمة بذات الله تعالى اللي هي الأزلية، اللي هي صفة الكلام، لا يمكن أن تكون صوتا أو حرفا. فتأتي فتقول لي أمال وإذ نادى ربك موسى، والنداء ده الصوت، تمام؟ بس تعال هنا نشرح ونكمل. نقول تعال النداء ده اللي سمعه سيدنا موسى، هل بين لنا القرآن انه سيدنا موسى سمع صوتا؟ لا. او مثلا سمع الكلام من الشجرة بصوت خلقه الله في الشجرة كما قال المعتزلة؟ لا. احنا اللي نعمله في الحالة دي، اذا يجب علينا ان نمسك وان نقول الواجب علينا ان نؤمن بان الله تعالى كلم موسى تكليما، وكلمة تكليم اكدها بالمصدر، لان يعني العرب لما يقولوا مثلا ايه كلمته تكليما عشان ازالة او نفي المعنى المجازي طالما اكدنا به بالمصدر. زي كده صافحته مصافحة عشان انفي انه مثلا صافحت يعني بالقلب ولا بالمنام ولا بالنظر، لا مصافحة بالتأكيد. يبقى في هذه الحالة يريدون الايه؟ الحقيقة. طب اي الحقيقة على اي وجه؟ اذا كنا لا ندرك تكليم ايدينا وجوارحنا لنا في الاخرة كما قال تعالى اليوم نختم وتكلمنا، ومع ان هذه الايدي كيف ينبعث منها الصوت، وكيف يكون فيها مخارج الحروف، وكيف يكون الى اخره، فلم ندرك هذا مع انه مخلوق ولم نعرفه وسكتنا عنه،
فيجب كذلك أن نسكت عن المعنى والكم. لكل ما في الأمر يا تقريب تقريب فقط عشان بس نفرق بين الفرق الإسلامية وكيف ذهبوا إلى هذا التقريب. إنما الحقيقة فوق ذلك. قال تعالى ولا يحيطون به علما كما لا يحاط إيه أهل السنة. بعضهم قال إيه إنه كيف سمع موسى كلام الله وكلام ربنا من الصوت بحيث ما إيه مش حرف. قالوا أزال عن تقريبا يعني لما قالوا أزال عنه الحجاب فسمع الصفة الأزلية القديمة من غير حرف ومن غير صوت. برضو هرجع السؤال الثاني كيف سمع. مش هنصل إلى أي إجابة إلا فقط ده اسمها قضايا الإيمان يعني مؤمن بها. وإذا اشتبه عليك شيء فاقطع بما عند الله تعالى ولا تتردد. يعني قلت آمنت كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه درجة بما جاء عن الله على مراد الله. خليك على وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله كده أسلم وأحلم. فأنا لا أتردد بين اختيار المذاهب. إذا حدث أي شبه فلأكن قاطعا بمراد الله على ما عند الله وأسم له التقليد وهو أسلم وهذا هو الأسلم في العقائد. بدل ما تقعد تبحث فيها يمكن تموت فيها قبل ما توصل لدليل تروح ميت وانت لسه بتقرر مذهب الخوارج هتروح معاهم او الكرامية او كذا. خلينا على ايه على ما عند الله بس ده تقليل عشان مصر. لا انا حستطيع اوصلك للي انت عاوز لان انا اساسا معترف بالعجل بس انا بعمل ايه بوريك لماذا قالوا ذلك وكيف ترد عليه فقط. انما تقرير الامور الغيبية الايمانية ان نؤمن بها كما جاءت على ايه ما في فهمنا وفي عقلنا على ما عند الله تعالى. والراسخون اللي هم بلغوا مرتبة الرسوخ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا قالوا ايه صفة نفسية نفسية فإن معناه قائمة بذاته يعني ليست قائمة بغيره. أن لو كانت قائمة بغيره كما قال المعتزلة لكانت حادثة. ليست بحرف ولا صوت. ليه؟ لأن الحروف متعاقبة متألفة مركبة. هذا دليل الحدوث. ده دليل الحدوث. نعم. والأصوات تنعدم ثم تكون. والصوت هو إيه عبارة عن هواء متموج يتصادم بتموج أو بتصادم جسمين من أجزاء الفم أو اللسان والحلق والشفتين فيحدث الصوت. ده كلام الفلاسفة. أما أهل السنة قالوا أنه لا أثر للقرء ولا للقلب في إحداث الصوت ولكنه يحدث بخلق الله تعالى. نعم لأنه المؤثر. لأنه هو المؤثر ولا تأثير لغير الله تعالى. إذا لا يمكن أن يراد بتعريف الصوت ده اللي هو ينطبق علينا كآدميين أو كمخلوقين لا يمكن يكون ده. بل إنه ما وجد في الكتاب ولا في السنة نسبة أو إضافة الصوت إلى الله. ويرى في القرآن لما أثبت صفة الكلام وكلم موسى تكليما ما جاء في آية واحدة قال إنه موسى سمع كلامنا عشان ما يجيش في ذلك في كيف سمع. هو ما قال السمع وانت تروح تقول لي كيف يعني اثبت الاول السماع وبعدين اسال عن الكيفيه. فيش ايه واحده فيها انه موسى سمع وكلمه فيها. ولما جاء انما عارف الايه اللي فيها سمع ساعه المشركين حتى يسمع. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله منهم من مين مش من مين يسمعون يجب اسمه الألفاظ والحروف الحادثة المخلوقة. ثم يحرفونه بالله عليك. هل الصفة القديمة فيها تحريف؟ تحريف ايه في اللي معانا ده المكتوب ده طالما حرفنا وغيرنا يبقى لا يمكن يكون ده أزلي لأنه أزلي معناها ما عدش يقدر يغيره فهذا ثابت لا يقبل التغيير ولا ايه ولا الزوال. إنما إذا كان يتحرف ويدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما هو منه جدنا وضح ليست بحرف ولا صوت. تتعلق بما يتعلق به العلم فاتبع الحق وأعرض عما سواه مما وقع من التخبطات المفضية إلى الهلاك.
ولقول الكلام في هذه الصفة سمي هذا الفن بعلم الكلام، وإنما رأيا في أسباب أخرى أنه سمي علم الكلام مش عشان صفة الكلام. نعم. قالوا لأنه صفة الكلام دي كانت فيها نزاع كبير بين الفرق وأراء متعددة ومتباينة فسمي صفة الكلام، وقيل أنه لأنها صفة غلب عليها الجدل والكلام. والمهم في حوالي يمكن 6-7-8 كلام في باب كذا، الكلام على كذا، او الكلام في كذا، كانوا يعنونون في المباحث في ومسائل هذا العلم الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في صفة الكلام. نعم. فسمي علم الكلام انه كان كذا كل مبحث عنوانه الكلام. نعم. وانما كان الكلام النفسي منزها عن الحروف والاصوات لأنه لو تركب منها لكان حادثا. نعم. أظن ما حد يمارس في هذا. نعم. لأن الحروف والأصوات لا توجد في محل واحد حتى ينأى، يعني المحل الواحد اللسان مثلا، لا يوجد الحرف إلا إذا انعدم سابقه، فلو لم تنعدم الباء في بسم الله لا يمكن توجد السين. نعم. لو كانت الباء أزلية يبقى مش ممكن حتيجي السين في السين. نعم. يبقى الحروف والأصوات لا توجد في محل حتى ينعدم سابقها ويتجدد لاحقها، وكل ما سبق العدم على وجوده وطرأ العدم على وجوده فهو حادث. نعم. فالحروف والأصوات لا تكون إلا حادثة. فلو تركب، يعني لو لا يمكن يكون عندك حجة عقلية لرد هذا الكلام. والغريب الحجج النقلية اللي بنتمثل بها مش في الموضوع أصلا، الجهة منفكة تماما. نعم. يعني نمسك الأحاديث الآفدية كلام لفظي ونستدل بمعانيها على رد المعنى. فلو تركب النفسي منها لكان حادثا، لأن المركب من الحادث إيه؟ حادث. فواحد تاني يقول لك الله المركب من القديم، القديم ليس بتركيب. أقول له عيب، القديم ما فيش تركيب. إذا ما ينفعش كده ده ما فيش تركيب. نعم. ويدل على أنه ليس بحرف ولا صوت. ده دليل، ده اللي احنا قلناه، ده دليل اسمه استئناسي تقريبي. واحد بيقول لك يعني المركب من الحادث حادث، وايه الدليل على انه الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت؟ ثبوت الكلام النفسي في الشاهد. نعم. وهو ليس بحرف ولا صوت، واللفظ دليل على النفسي. اهو اثبت ليك انه في كلام ومش حرف ومش صوت، ولا يريد لك ان يقول لك انه نفس الصفة اللي انا عاوز اثبتها هي اللي عندك. نعم. ده عاوز يقول لك يعني هو في حاجة وليست بحرف ولا في الشاهد. نعم. يريد ان يقول هذا لا اكثر. نعم. لانه بدا علم مش يخبط، والا معنى كده هيقول لك رضيح. يعني عارف انا قرأت كلام لعالم كبير جدا يقول لك الجماعة الاشاعرة دول لما اول الصفات، هو التأويل كمان مش مذهب الأشاعرة، ده هو قولين عنده، القول الأول اللي هو تفويض والقول الثاني اللي هو تفويض، كل ما هو تشبيه أولها وخوضها. قال لك لما أول الأشاعرة قال ما خرجوا عن التشبيه، وإنما انتقلوا من التشبيه بالمحسوس إلى التشبيه بالمعنى، بدل ما شبهوا محسوس ومحسوس شبهوا معنى بمعنى، هذا تشبيه وهذا تشبيه. ده كده مفيش تشبيه بالمعنى يا مولاي، هو عاوز من كده يعني انتقلوا من تشبيه محسوس ومحسوس الى معنى بمعنى. نعم. تخيل يعني. والله تعالى اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل افضل صلاه على اهل مرضاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.